بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد وفي كورس جديد، وهو كورس الماشين ليرنينج اند ديب ليرنينج. هو ده مش هيبقى كورس كامل، ده هيبقى كراش كورس او كورس مصغر كده. هنتكلم فيه عن مواضيع تخص الماشين ليرنينج وتخص الديب ليرنينج وتخص الاي اي، مش بس الالجوريزمز بتاعتهم، لا مش بس الالجوريزم بتاعت الماشين ليرنينج والديب ليرنينج والنيورال نتوركس او شبكات العصبية بتاعتهم، لا احنا كمان هنتكلم عن تكنيكات وتجهيز الداتا للعمل اللي هي ما قبل الدخول على الالجوريزم، وهنتكلم على حاجات كتير جدا تخص الماشين ليرنينج والديب ليرنينج، مش بس الالجوريزمز، لا ده كمان حاجات تخص الداتا اللي احنا هنشتغل عليها. تمام، طيب فده خلينا بس في البداية، ده كراش كورس مش كورس كامل، يعني انا مش هشرح كل حاجة بالتفصيل. انا الحاجة اللي هشرحها لك بالتفصيل هي الكودينج، التطبيق العملي، انما ان اشرحها لك اشرح لك الالجوريزم نفسه بالتفصيل بمعداته الرياضية، دي بقى في الكورس الكامل. تمام، وشبه ما كنا شارحين برضه قبل كده في كورس الماشين ليرنينج على القناة، كنا شارحين كل حاجة بالتفصيل. انما ده كراش كورس، ده للناس اللي مثلا اللي كانت متعلمة ماشين ليرنينج او ديب ليرنينج وغابت مثلا فترة وعايز ترجع تاني، فهو اوريدي عنده اساسيات، بس هو عايز حاجة بس تنشط الذاكرة، فالكورس ده ليك. او لو حد عايز يدخل مجال الماشين ليرنينج والديب ليرنينج ومجال الاي اي او ارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي، وعايز يشوف نظرة كده قبل ما يتعمق في المجال دوت وفي دهاليزه، فبرضه الكورس ده ليك. طيب نبدأ البرزنتيشن الجميلة. اول حاجة، يعني ايه اي؟ يعني ايه اي اي؟ ايه هو الارتفيشال انتليجنس؟ نجيب بس القلم الجميل بتاعنا عشان لو عاوزين نعلم حاجة. ايه هو الارتفيشال انتليجنس او ايه هو الذكاء الاصطناعي؟ خلينا من غير ما نخوض في تاريخ الذكاء الاصطناعي وليه اتعمل ومين عمله والتواريخ والكلام ده كله، تعالوا يعني ببساطة كده او باختصار نقول ان الذكاء الاصطناعي هو علم خاص بمحاكاة قدرات الانسان او مهارات الانسان. يعني ايه الذكاء الاصطناعي؟ باختصار شديد هو بيحاول يشوف مهارة معينة عند الانسان او قدرة معينة عند الانسان، ويحاول اخلي الكمبيوتر يقلدها او يحاكيها، يعمل زي المهارة ديت او يعمل زي القدرة ديت. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان بيشوف، انا بالذكاء الاصطناعي بحاول اخلي الكمبيوتر كمان يبقى عنده رؤية. طبعا اكيد مش هتبقى شبه عظمة الخالق يعني، ده طبعا، ولكن انت هنا بتعمل حاجة تساعد الانسان. تمام، فربنا مثلا، ربنا مثلا خلق الانسان عنده القدرة على الرؤية وعلى انه يشوف وعلى انه يميز بعينيه. انا بحاول كمان اخلي الكمبيوتر، يعني مش عشان في ناس بتاخدها في حتة غلط ان احنا بنحاول يعني نمشي في سكة غلط، يعني لا، هو انت هنا بتحاكي الكمبيوتر، ده علم. انت بتحاول تخلي الكمبيوتر عنده مهارة، تخلي الكمبيوتر يقدر يساعدك باستخدام التكنولوجي والراديات والكلام ده كله. زي ما شفنا مثلا مجال الكمبيوتر فيجن، وهو مجال الرؤية اللي ربنا خلق الانسان بيقدر يشوف وبيقدر بيميز بعينيه. فانا كمان بحاول اخلي الكمبيوتر من خلال الكاميرا ان هو يميز، والله ده بني ادم، ده وشه، ده قطه، ده كلب، دي عربيه، دي عجله، ده شارع، ده كروس لاين، خط، ده خط في الشارع اقدر اعدي من عليه، ده ما اقدرش، وهكذا. ده كل ده من خلال الكاميرا، ده مثلا زي مجال الكمبيوتر فيجن. عندي مثلا السيلف درايفنج كار، او ان العربيات ذاتيه القياده، الانسان بيقدر يتعلم السواقه، يعني دي حاجه ربنا مش خلقنا بيها، ولكن انت دي مهاره انت بتتعلمها، مهاره بتكتسبها. فانا كمان بخلي الكمبيوتر يتعلمها، يعني بخلي الكمبيوتر برضو يحاكي، يعني يكتسب المهارة ديت ويقلد الانسان في السواقة. بل ان في حاجات، يعني الحاجات اللي الانسان بيكتسبها من خلال التعلم، من خلال التجربة، من خلال الخبرة، الكمبيوتر ممكن يتفوق عليه فيها. يعني الكمبيوتر مش هيبقى شاطر جدا في حاجة مثلا شبه الرؤية او في شبه النطق، لان دي حاجة ربنا خلقنا بيها، ولكن الكمبيوتر بيبقى شاطر، ممكن يبقى اشطر كمان من الانسان في المهاره اللي الانسان ممكن يتعلمها، هو مش مخلوق بيها، سواء متعلمها او مكتسبها بالخبره. مثلا شبه انه مثلا يتعلم تسويق، يتعلم ان هو يدي سعر معين مثلا للعقار،
دي الانسان بيكتسبها بالخبره، بيخلي ان هو شاف عقارات كتير وعرف اسعار كتير وهكذا. فالكمبيوتر برضو بيقدر يحاكيه. ف باختصارا اختصارا يعني الارتفيشال انتليجنس هو عباره عن او هو تخصص كبير جدا او مجال كبير جدا بيدور حوالين ان انا بحاول اخلي الكمبيوتر يقلد مهاره او قدره عند الانسان. الاي اي بيستخدم في مجالات كتير جدا، بل ان ما كانش بيستخدم في كل المجالات دلوقتي او في كل حاجه في حياتنا، مش بس في مجالات. يعني الاي اي دلوقتي بقى بيستخدم في الجيمنج، الالعاب. انت دلوقتي لما تيجي تلعب على الموبايل مثلا، تلعب شطرنج او اي حاجه، تبقى في حاجه اسمها فيرسس، يعني انت بتلعب فيرسس كمبيوتر، انت بتلعب ضد الكمبيوتر. الكمبيوتر ده بيلعب ازاي؟ بيلعب من خلال الجوريزم ذكاء اصطناعي، من خلال الجوريزمز او خوارزميات خاصه بالجيمنج في الاي اي، تمام. وفي يعني في مستويات الكمبيوتر او الموبايل لما بتيجي تلعبه بيغلبك فيها، تمام. وكمان مش بس يعني في الحاجات بتاعت الجيمنج، لا، بيستخدم كمان في المجال الصحي، في المستشفيات، في الطب، اجهزة الاشعة، اجهزة الاجهزة الجديدة بقى، لان هم اخترعوا يعني من قريب كان في روبوت بيقدر يقوم بعملية جراحية كاملة لوحده. يعني روبوت كمبيوتر بيقوم بعملية جراحية كاملة لوحده بدون تدخل الانسان. يعني انت يعني انت داخل تعمل عملية، الدكتور بتاعك هو روبوت، هو كمبيوتر، هو اللي بيمسك المشرط، وهو اللي بيقوم بالفتح بالمشرط، وهو اللي بيقوم بالعمليات الجراحية، وهو اللي بيخيطك في الاخر. روبوت بيعمل كل حاجة، ودي كانت من قريب على فكرة. مجالات النقل ومجالات الزراعة، في دلوقتي حاجات من خلال الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي بتحط في التربة، تعرفك والله التربة دي محتاجة مية، فلما التربة مثلا منسوب الجفاف بتاعها أو الرطوبة بتاعتها توصل لدرجة معينة، فيبدأ يشغل رشاشات مية تسقي المية، أو المية محتاجة عنصر معين، فيبدأ يرش السماد. كل ده انت من غير ما تتدخل، انت مجرد بس الكمبيوتر والسنسورز شغاله، والاي اي بيتحكم فيها تعمل ايه وما تعملش ايه، تمام. عندنا دلوقتي مواقع التسوق، مواقع مثلا شبه امازون، شبه كان سوق دوت كوم بقى زمان. دخلنا في امازون مثلا دلوقتي، انت دلوقتي لو دخلت على موقع امازون وبحثت مثلا عن موبايل، عن موبايلات، قعدت تدور مثلا على نوع مثلا موبايلات معينه وتبص على الموبايلات، هتيجي بعد كده تطلع هتلاقي امازون بيعرض لك اعلانات للموبايلات والسكرينات والجرابات وحاجات خاصه بالموبايلات. طب هو عارف منين ان انت مهتم بموضوع الموبايلات دوت والاكسسوارز بتاعت الموبايلات؟ من خلال الجوريزم ماشين ليرنينج. الجوريزم ماشين ليرنينج او الجوريزم اي اي بيشوف انت بتبحث عن ايه ومهتم بايه، ويبدا يعرض لك حاجات انت مهتم بيها. كذلك برضو على مواقع الافلام، عشان مثلا نتفليكس، دخلت على نتفليكس وشفت لك مثلا فيلم اكشن، على فيلم دراما، على فيلمين كمان اكشن، هتيجي بعد كده تخش على نتفليكس تبص في الم... تلاقي عارض لك كده اقتراحات افلام. هو شايفك انت بتحب الاكشن والدراما، هتلاقيه جايب لك فيلم مثلا بيجمع بين الاتنين، فيلم ممكن يكون جديد انت ما شفتوش او ما تعرفوش. طب هو عارف منين انت بتحب النوع ده؟ من خلال تاريخك، من خلال من خلال العمليات اللي انت عملتها قبل كده. انت دخلت على الموقع وشفت الحاجات ديت او الكاتيجوري دوت او النوع دوت، فهو عارف ان انت مهتم بالانواع ديت، بالدراما مثلا والاكشن، فبيبدا يعرض لك بقى حاجات خاصه في خاصه بالدراما والاكشن، بيحاول يشوف انت مهتم بايه ويجذبك ليه. طبعا مش محتاجين نتكلم عن مجال كمان داخل فيه الاي اي، وهو مجال الروبوتكس. في ناس بتقول طيب هو مش الذكاء الاصطناعي، هو انا بحاول اقلد قدره او مهاره عند الانسان، طب الروبوتكس ده بيقلد ايه؟ بيحاكي ايه يعني؟ الروبوتكس دوت هو بيقلد او بيحاكي حركة الانسان. انا بحاول اعمل روبوت بيحاول يمشي زي الانسان، يقلد الحركة بتاعته. بل ان دلوقتي بقى في الروبوت في الروبوتكس بيدخل اكتر من حاجة، اكتر من موضوع، اكتر من موضوع المشي وتقليد حركات الانسان وبس. لا، ده كان في حاجة اسمها NLP او Natural Language Processing، ان هو يفهم الكلام اللي انا بقوله، والسبيك تو تكست وتكست تو سبيك، وفيها كمبيوتر فيجن او رؤيه. فبقى في اكتر من مجال دخل في الكمبيوتر فيجن، في اسف، في الروبوتكس. طيب السوشيال ميديا برضو نفس الكلام، موضوع السوشيال ميديا نفس الكلام بتاع نتفليكس والافلام والاقتراحات. انت لما بتيجي تخش تعمل سيرش
على صفحات مثلا الميمز والحاجات الكوميكس والحاجات الكوميديه ديت، تيجي بعد كده وانت بتقلب في التايم لاين بتاعك عادي تلاقيه عارض لك بيجز خاصه بالكوميكس والنكت والكوميكس والكلام ده. تمام، طبعا المجالات الماليه والاسهم البورصه دي حاجات يعني لا استغناء عن الاي اي فيها. دلوقتي بقى الاي اي بقى الاي اي بيتوقع لك سعر السهم هينزل ولا هيطلع، وسعره كمان كام يوم هيبقى كام. ويعني مش عايز اقول لكم ان هي صح 100%، بس بتبقى التوقعات بتاعه الاي اي صحيحه بنسبه كبيره جدا، يعني بنسبه تتخطى 90%، وده مش في حاجه سهله، ده في اسهم. انت موضوع الاسهم ده انت مش بتبص على عامل واحد ولا عاملين وخلاص، لا ده انت بتبص على حاجات كتير جدا، من ده من ضمنها الموقف المالي للشركه للشركه او للسهم، والتاريخ السهم بيطلع ولا بينزل، والعمليات دلوقتي التعامل عليه ايه، والوضع الاقتصادي عامه عامل ازاي، والوضع الاقتصادي للبلد اللي فيها الشركه عامل ازاي. فبقى في عوامل كتير جدا، وبرضه الاي اي بيتوقعها صح. يعني الاي اي من الحاجات اللي يعني داخله بقوه في كل حاجه حاليا. طيب تعالوا ناخد نظره سريعه كده على فروع الاي اي. انا عندي فروع كتير جدا للاي اي، يعني سيبكم الكام حاجه اللي مكتوبين دول، في حاجات اكتر منهم بكتير، وفي حاجات اصلا متفرعه جواه. طيب احنا في الكراش كورس بتاعنا ده هنهتم بايه؟ هنهتم بالنوع ده، بالماشين ليرنينج. عايز اقول لكم ان الماشين ليرنينج كمان جواه فرع تاني اسمه الديب ليرنينج. تمام، طيب خلينا بس نتكلم عن الماشين ليرنينج الاول. الماشين ليرنينج كده باختصار وفي عجاله يعني بشكل سريع، الماشين ليرنينج هو ان انا بحاول اخلي الكمبيوتر يبقى عنده مهاره الوعي، او يبقى عنده قدره الوعي، انه يبقى واعي. يعني ايه يبقى واعي؟ يعني يبقى فاهم، يتعلم لما يشوف حاجه يدركها، يفهمها. تمام، بوري له حاجه وده بيبقى من خلال التعلم. انا بوري له مثلا حاجه واقول له تعلمني على البيانات دي مثلا، يعني بوري له مثلا صور لقطط وكلاب، بقول له ده كلب ده قطه، دي صوره كلب دي صوره قطه، بوري له اشكال مختلفه ليهم، فهو كده عارف شكل الكلب عامل ازاي وشكل القطه عامل ازاي. فما اجيب له صوره جديده هو ما شافهاش من ضمن الصور اللي هو اللي كان بيتدرب عليها دي، هيقول لي اه والله ده شكله يدي على كلب، والله لا دي قطه. تمام، فهو بيشوف وبيتعلم. حاجه تانية، مثال تاني، مثلا انا بدي الكمبيوتر مثلا بديله مواصفات عقارات، مواصفات شقق واسعارها، والله عندي يعني شقه 100 متر مثلا 3 غرف فيها حمام وفيها العقار مثلا 13 دور مثلا، يعني الشقة ديت عاملة 100,000. بديله مثلا شقة تانية، الشقة ديت مثلا غرفتين، الشقة دي 80 متر، الشقة دي على في كومباوند مثلا وعاملة 120,000 وكذا. بديله مثلا بديله ألوفات مثلا أو مئات العقارات، يعني كل ما بديله كمية أكتر من ده كان أحسن. فيبدأ يبص ويتعلم ايه الرابط اللي بيخلي السعر يزيد والسعر يقل. مثلا يعني لا مثلا ان كل ما عدد الغرف زاد والمساحة زادت زاد السعر، وان كل ما المساحة قلت وغرف زادت قل السعر. كل مثلا ما كانت الشوارع مثلا كل ما كانت في مدينة كبيرة السعر زاد، كل ما كانت في مدينة صغيرة او في مدينة مثلا معينة مدن صغيرة مثلا السعر بيقل. هيبص مثلا لقى ان المبنى نفسه داخل كومباوند او في جاردن، في حديقه، في بول، حمام سباحه، فده السعر بيزيد. اللي مفهومش السعر بتاعهم بقى قليل، فبيبدا يتعلم رابط ما بين العناصر وما بين الهدف بتاعي، اللي هي العناصر اللي هي مواصفات الشقه، طب والهدف بتاعي اللي هو السعر. فبعد كده بقى وانا جاي مدخل له مواصفات شقه جديده هو ما شافهاش قبل كده، وهو بيبدا يتوقع لي، يقول لي والله الشقه دي هتكون مثلا بالسعر كذا، هتكون يعني في الرينج كذا. تمام، فده مثلا ده يعني ده من ضمن الامثال على الماشين ليرنينج. طبعا في حاجات كتير شبه مثلا ان انا اوري له صور اشعه مثلا طبيه مثلا لمصابين بمرض الكانسر، يعني عافانا وعافاكم الله، يشوفها واوري له مجموعه اشعه، الناس دي عندها كانسر الناس دي ما عندهاش كانسر، فهو يبدا يتعلم يشوف الشكل بتاع الكانسر في الاشعه يبقى عامل ازاي.
فلما اجي ادخل له بعد كده صوره اشعه جديده يقدر يقول لي اه والله ده كانسر، لا ده ما عندوش كانسر، وهكذا. تمام، ده الماشين ليرنينج عامه. طيب الماشين ليرنينج عندي جواه فرع تاني اسمه الديب ليرنينج، وده تخصص كبير جدا. تخصص الديب ليرنينج دوت او التعلم العميق هو اللي يعني بسببه او مش بسببه، هو بسبب حاجه فيه او بسبب موضوع معين فيه خلى المجال الاي اي ده ينتشر في شبه زي النار في الهشيم زي ما بيقولوا، يعني ينتشر بسرعه كبيره جدا. والحاجه ديت هي اللي خلت تحصل طفره كبيره في كل المجالات. الحاجه ديت هي حاجه اسمها نيورال نتورك او الشبكات العصبيه، ودي مبني عليها الديب ليرنينج. طبعا هناخدها ولكن في عجاله يعني ان شاء الله في لما نجيلها. النيورال نتورك او الشبكات العصبيه ديت هي الحاجه الاساس بتاع الديب ليرنينج او مبني عليها الديب ليرنينج، وهي الاساس بتاع او هي السبب في انتشار والتطور اللي حصل في مجال الاي اي عامه. تمام، فاحنا في ان شاء الله في الكراش كورس دوت هنهتم بالجزئيه بتاعه الماشين ليرنينج والديب ليرنينج. طيب زي ما احنا شايفين هنا ان كل المجالات مربوطه ببعض، يعني مفيش حاجه اسمها التخصص ده بعيد عن ده، لا هو كل التخصصات بشكل ما او بشكل او باخر مربوطه ببعض. زي ما قلت لكم المجال الديب ليرنينج مبني على ايه؟ على نيورال نتورك او على حاجه اسمها الشبكات العصبيه. الشبكات العصبيه دي هي السبب في تطور الحاجات دي كلها، سبب يعني من ضمن مثلا الامثله الديب ليرنينج مبني على ايه؟ على نيورال نتورك. طيب من ضمن انواع النيورال نتورك حاجه اسمها كونفوليوشنال نيورال نتورك او سي ان ان، دي حاجه خاصه بالتعامل مع الصور. السي ان ان ديت هي السبب في تطور مجال الكمبيوتر فيجن، يعني ادي اهو الارتفيشال انتليجنس، عندي مجال الماشين ليرنينج. مجال الماشين ليرنينج ده جواه فرع او تخصص اسمه ديب ليرنينج. الديب ليرنينج جواه حاجه اسمها نيورال نتورك اللي هي السبب في التطور دوت. النيورال نتورك دي بسببها اتبنى او بسببها بفضلها اتطورت حاجه اسمها جديده اسمها كونفوليوشنال نيورال نتورك او السي ان ان ده اختصارها. وبسبب السي ان ان ديت بقينا عرفنا نوصل لمستوى كويس جدا في مجال الكمبيوتر فيجن. بصوا حاجه واحده بس في الاي اي الماشين ليرنينج، شفتوا اتربطت بكام حاجه؟ ده غير مثلا عندك حاجه تانية من النيورال نتورك، حاجه اسمها الار ان ان اهي، او الريكارنت نيورال نتورك. بسبب ان الريكارنت نيورال نتورك بسبب الريكارنت نيورال نتورك او الار ان ان حصل تطور في مجال الـ NLP او الناتشورال لانجوج بروسيسنج. طبعا الناتشورال لانجوج بروسيسنج حصل تطور فيها في التكست تو سبيتش والسبيتش تو تكست. بشكل او باخر هتلاقي المجالات كلها مربوطه ببعض، يعني هتلاقي المجالات كلها مربوطه ببعض. تمام، ف يعني المجال ده مجال جميل جدا، هو مش صعب ومش مستحيل، في ناس اتعلمته فاكيد هتقدر تتعلمه، يعني ما فيش حاجه صعبه. تمام، محتاج منك بس صبر. واحنا في الكورس ده يعني مش هنتطرق للمعدات الرياضيه والكلام ده كله، احنا بس هناخد يعني في الكورس اللي على اليوتيوب ده، ده هيبقى كراش كورس هنتكلم فيه عن الالجوريزم بشكل سريع وعن تطبيقها ككود والفرق بين كل الالجوريزم والتانيه، وامتى استخدم ده وامتى استخدم ده، وازاي اطور من الموديل او الالجوريزم بتاعي. تمام، بس كده. اتمنى ان انتوا تكونوا يعني فهمتوا موضوع الكراش كورس ده هيبقى عن ايه يعني، وما يكونش في حاجه واقفه معاكم او حاجه مستصعبه. شكرا ليكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.